مين؟ أنا ونش. عايز يا ونش دواته؟ عايزك. تير في إيه؟ مؤاخذة. ولا يهمك. مرات علي. فتون؟ آه. مالها؟ صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا صقر. اشتري منه. ماشي، هو في إيه؟ امبارح بالليل كنت راجع انا والواد صقر واسلام. شفتها نازله على اول منطقه من عربيه فخمه، سبتها دخلت على الواد ثبته، كان هيتصاير ميه وعيل فرفور. سالته تعرفها منين ياه؟ قال ان هي اللي شقطته. هي اللي شقطته؟ طلعت شقطه يا راشد. الكلام ده كان امتى؟ بالليل. هو اللي قال. خلاص خلاص، روح انت. هتعمل ايه؟ خلاص يا عم هتصرف، تشكر يا ونش. تطرمخ يعني الموضوع واسكت ولا ايه؟ يا سيدي مفيش حاجة يا ونش، خلاص أنا هتصرف. ماشي يا صاحبي. تشكر. فين ياد الولاعة الشمال؟ صاحبها خضرا. عارف اسود يا فتون. أنا هطربقها فوق دماغ اللي جابوك. قطع لسانك ولسان. أنت اتخملت يا راشد ولا إيه؟ ده بدل ما تاخد لي حقي وتاخده جوزين أقلام. كل اللي همك كنت فين ومع مين وبتعملي إيه؟ هي دي الأمانة اللي سابها لك علي؟ هو إيه؟ خدوهم بالصوت. الواد قال لي انك شقط. شقط؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي اذا زودت كلمه كمان. لبش بشبي ده انزل على دماغك اقطعك حتت. الله، قلت لك اني كنت مع فتحي ابن خالد غنوه صاحبتي. كنا في كافي في الدوق استريح غور بقى من وش الاحسن. انا مش طايقاه. بقول لك ايه يا حلوه؟ عندك تبنى الى الله يا اخوي. ربنا يديمها عليكي نعمة. انا بقيت ست متجوزة وما يصحش حد يدخل اوضتي. طب شوفي يا ست متجوزة، علي جوزك محبوس، يعني انتي واختك امانة في رقبتي، اعرف رايحين فين وجايين منين. ثم تعالي هنا، انت جبتي فلوس المحامي منين؟ استلفته. فتون، هو في حد بيسلف 3000 جنيه دلوقتي؟ ولما انت عامل لي ذكر قوي كده ما كنت دفعت انت المحامي. انا عارف اني مش هاخد منك حق ولا باطل. وانت اساسا مالكش حق عندي. طب هي كلمه مالهاش تاني يا فتون. لو عرفت انك ماشي قوي تاني مش هيحصل كويس. بتهددني يا راشد؟ اه بهددك. شرف ابن عمي يسوى الدم. عشان هي اختك مبطوطه بيك ودي هتبقى مراتي وده اخر الكلام. سلام. غرفة دهية كتك القرف. مش عايز اسمع ولا كلمة. انا مش ناقصاكي. يعني اشوفك رايحة في دهية يا فتون واسكت ما تكلمش؟ يا على قوي ده بيت. لا يا اختي اتكلمي وماله. أدبيني. قولي الكلمتين اللي واقفين جوه زورك. يا فتون اسمعي كلامي ولمي الدور. راشد شراني وما بيرميش كلام في الهوا. وبعدين عنده حق، انت مرات ابن عمه. وحياة ابوكي. راشد عنده حق. راشد بقى سيد الرجاله دلوقتي وجاي على هواكي. الله، مش انت اللي جايبه لنا البلوه دي لحد عندنا بجوازك من راي الكلب؟ يا فتون ابوس ايدك. خلينا نعيش يومين زي الناس بدل الفضايح والمصايب اللي احنا فيها دي. المرة اللي اسمها فتون دي واكلة دماغي. عبل عليها. اوعى انت تعمل كده. راشد لو عارف هيزعلك. صورتها يا بتتشقلط. بس لابوها نقله وهي لحواسه كده. طب ما انا اولى. اولى ايه؟ وقلت لراشد كمان على كل اللي هي بتعمله. انت جننت ياض؟ بنت قطر. طب اوعى بقى تتزنق في المزلقه. صحيح راشد عايز شغل منك على الذمه بس هو مقشفر. اه بس بلغوا ان اللي موجود الحلو. ملوش في الحلو. فهموا بس ان ده اللي موجود وزباينها عندي ولو محتاج هيجي.
انا عايزه يجي يا اشمعنى؟ فوتون يا تفوق لنفسك يا ما تأذيش نفسك اتجننت على فين يا ستات؟ رايحة اكتوبر وانت رجعت الشغل تاني؟ اه رجعت الشغل رحت لعلي طمنت عليه اسكتي يا اختي خد 45 استمرار حبس طب بقول لك ايه؟ انا عايز اتكلم معاك كلمتين قبل ما تروح الشغل بعدين يا راشد لما برجع ما تسيبها تروح شغلها وبعدين تبقى ترجع تتكلم معاك بالليل مالكش فيها فتون ونعمة عندك حق ماليش فيه دي بقت حاجة تقرف شايفة عاملة ايه لاختك؟ شايفة يا راشد وقلت لها تسمع كلامك وتتلم ربنا يكملك بعقلك يا ست الستات طب بقول لك ايه؟ هم كلمتين كلمتين بس وبعد كده اعمل اللي انت عايزاه انا مش شكلك يعني انا كلمتين والله وبس ماشي اما اشوف الكلمتين اللي عايز تقولهم لي دول انت محلقه النهارده يعني طب وايه الجديد يعني؟ ما انا عارفه من زمان انك عايز تتجوزني مش بقول لك قريني غلط تعالي بس نقعد عايز اتجوزك خفيز عايز اتجوزك حاجه وبحبك وعايز اتجوزك حاجه تانية تفرق بس انا دلوقتي مش فاضيه للكلام ده انا يا دوب افوق من اللي انا فيه يا ستي لو على المصاريف انا مستعد اصرف عليك انت واختك وقلت لك الكلام ده قبل كده حصل اه حصل بس انا مش موافقه انك تصرف عليا يا ستي انت غاويه مرمطه في الشغل ما انا بصراحه يا راشد انا ما اعرفش انت بتجيب فلوسك منين وبعدين شغل النصب والحنجله ده ما ينفعش اسند عليه فاهمني يا راشد فاهمك طب لو قلت لك عسليه والله العظيم ثلاثه ربنا تاب عليا خلاص اتعرفت على واحد غني جدا وهيشغلني عنده سواق مش انت عارفه ان انا معايا رخصه كنت شغال على عربيه ابو ناهد يا عسليه يا عسليه انت اغلى حاجه عندي في الدنيا وانا مستني اشاره بس منك وانت اللي سايقه لو لقيتيني رحت كده ولا كده قولي لي مع السلامه فكري انت بس وقلبيها في دماغك الجو حلو صح؟ ينفع كده عني كملك مشكلة مفيش ازيك؟ ازيك؟ طب بقول لك ايه ما تيجي اوصل ولا اقول لك البيت هنا شربك كوباية شاي وسجارة سنة غير لك ايه يا ولاد؟ الله انت اتخبلت شارب ايه على الصبح مبرجلة؟ ده انا بقول لك بيت يعني سترة مش عربية علي النعمة من نعمة ربي إذا ما تلميت لفرج عليك بولا تمن الله أفتو وأنا غلطت ولا إيه يا بنت ده أولى من الغريب تصدق أه وأنت كمان أولى من الغريب تاخد الشبشب ده يا الشبشب يا بنت يا زبالة بتاعت العربيات يا شاطر رأيي أنا ده انت كنت بتشتغل دلدول عند علي جوز اغسلي ايدك يا بت لا ما انا مش عارف عرقل ببلاش يا انا يا انتي والسكك تجمعنا وحياه بعصيصه دول وما يكونوش على مره نوريك بعد كده من ايدك على واحد ست يا وانت خش يا حاج روح بيتك ما تبصش يا واد امشي خلي بالك على روحك يا ابنور هنتقابل الله يلا عليك تمام احتي بالهنة خش جوه